بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر المتتبعين الاوفياء اللي كينضموا لهذه القناه هذه، تنشكرهم بزاف بزاف. وكنشكر جميع النحله المغاربه، وكنشكر الله سبحانه وتعالى على التساقطات اللي طاحت هذه الايامات، وكنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. اخواني النحالين، اخواتي النحالات، لان العنصر النسوي راه كاين عنده المناحيل، كاين يعني النساء اللي عندهم مناحيل، وكنشكرهم بزاف بزاف. كما كتشاهدوا اليوم عندي واحد القسمه قسمتها شي تقريبا ما كاملش الشهر، فحصتها نهار قسمتها نهار 15 يوم خرجت الملكه. من ديك 15 يوم يعني ما كنتش، واليوم جيت نفحص الخليه واش الملكه بيضات، واش تلقحات، واش بيضات ولا لا. كما كتشوفوا النحله هو كيدخل كيدخل بالنظام، اكيد يعني اكيد غتكون الملكه ملقحه وكتبيض ان شاء الله. وتبعوا معايا ان شاء الله، تبعوا معايا جميع نشوفوا جميعا، تبعوا معايا جميعا، نطلعوا جميعا على الخليه ديالنا ونشوفوها جميعا واش بيضات ولا ما بيضاتش. يلا بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا كندخنوا جيدا، يعني باش نخدموا مرتاحين في وسط الخليه باش النحل ما يكونش جاعر، باش النحل يكون هادي. هاد القضيه هادي الوقت ما كندخنوا الدخان بالمدخنه، يعني النحل كيقصي او ياكل العسل، كياكل العسل وما بقاش كيقرص، يعني تيكون هادي جدا. يلا نطلعوا نخليكم ان شاء الله تنحلوا هاد البلاستيك هادي، وان شاء الله نشوفوا الخليه ديالنا واش بيضه. كما كتشوفوا الخليه ديالنا في البلاستيك مرتفعه جيدا، بسم الله. يعني درت ليها بزاف ديال الخناشيط او البلاستيك باش نسخنها، والاتواب كما كتشوفوا باش يعني تكون الخليه سخونه. كما كتشوفوا نعطيها واحد شويه ديال الدخان، بسم الله. كما كتشوفوا درت ليها الكارطون من الفوق، يعني باش نحميها من البرد، لان هاد الايامات كاين واحد البرد يعني قارس، وكاين ثلج في الجبال وكيعطي واحد البروده. داكشي علاش عطيتها البلاستيكه، عطيت لها بزاف ديال البلاستيكات، وعطيتها الاتواب، غطيتها مزيان والكارطونه. كما كتشوفوا عطيتها الكاندي، ها هو كما كتشوفوا اول كاندي. بسم الله، خليو هذا جانبان ان شاء الله. تنشوفوا الخليه ديالنا، يعني القسمه هذه قسمه جديده ما كاملهاش الشهر، بسم الله. كما كتشوفوا هذا الاطار هذا فقط درته في الجنب، ها هو
في واحد شويه ديال الحبوب اللقاح كما كتشوفوها هو، ان شاء الله وربما لقاو الملكه ملقحه وعطات وكتعطينا يعني وكتحط البيض في العيون السداسيه. ها هو حبوب اللقاح حطت فيه الملكه، او عفوا النحل حط فيه حبوب اللقاح. كما كتشوفوا ان الموس كنديبانيو به، ها هو قاضي الغرض ديبانيو باش ما كان بسم الله. هذا إطار فارغ يعني مازال ما حطاتش، يعني عاد كيبني النحل كيكملو، كان ما مبنيش كامل، ما شاء الله النحل بدا كيبني العيون السداسية من تحت ديالو في هاد الأيامات. كما كتشوفو يعني النحل بدا كيحط، يعني كيبني الشمع على أساس كما كتشوفو، يعني واحد شوية ديال حبوب اللقاح. ها هو راه كيبان في الصورة هذا الإطار بدون، يعني مازال ما بيدرش فيه الملكة. شوفوا الإطار الآخر، إن شاء الله غنكتشفوا جميع واش بيضات الملكة واش تلقحات، يعني هادشي اللي غنشوفوا هذه راه قسمة جديدة ان شاء الله. نشوفوا واش بيضات الملكه واش حاطه البيض ولا مازال ما ملقحاش. بسم الله كما كتشوفوا حبوب اللقاح. يعني كنكتشفوا واش الملكة ديالنا حاطة البيض ولا مازال، هذا هو الأهم ديالنا. كما كتشوفوا حبوب اللقاح والقليل من العسل. كما كتشوفوا يعني الحبوب اللقاح كاين ما شاء الله، ولكن الاهم اللي هو الاهم هو البيض. البيض هو الاهم، الا وجدنا البيض راه الملكه تلقحات. ونرجعوه هذا فقط شمع الاساس، يعني مازال ما بناتوش الملكه. والنحل كيحط عليه، يعني بدا كيحط كيتراسيه، خليه جانبا. ان شاء الله نتمنوا نلقاو البيض في هذا الاطار هذا. نعطيو الدخان عند النحل كيهاجم، بالعكس بالفعل سيهاجم، ونعطيو الدخان.
بسم الله. كاين الدكور كيما كتشوفو، كاين واحد الدكار، نشوفو واش كاين البيض. ما شاء الله، يعني البيض موجود. نحققه جيدا. نعم البيض راه ما كيبانش لكم، راه كاين في هذه الخليه، هذه كاين البيض. وهادو الذكور اللي كانوا قسمت بهم، يعني داروا فيهم بهم الذكور كما كتشوفوا، ها هما. يعني الذكور مسدودين عليهم على وجه التفقيس، يعني قربوا يفقسوا. وما شاء الله الخلية او الملكة بدات كتبيض، ما شاء الله عليها كما كتشوفوا. يعني البيض راه كاين، وهذا هو الهدف ديالنا، لان الخلية فيها البيض. ان شاء الله كما كتشوفوا غنعطيها المحلول السكري، ندعمها ان شاء الله باش الملكة ديالنا تبيض وتخدم مزيان، لان هذا الوقت راه الوقت ديال الخدمة ان شاء الله. بلا ما نطولوا عليكم الفيديو، ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله نشوفوا الخليه ديالنا، نتبعوها نشوفوا كيفاش غادي تخدم وكيفاش غادي تخرج لنا هذه الخليه هذه جديده، هذه القسمه جديده. ما تنساوش تشتركوا في هذه القناه هذه، يعني شجعونا ديروا الاشتراك. ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله نديروا فيديو اخر ان شاء الله ان شاء الله، ويكون الخير وغيكون يعني الخير إن شاء الله.